اهلا بكم من جديد، بيسعدني ان يرافقني في هذه الفقره نجمنا كابتن سيد معوض. يا مساء العالمين. ازيك يا استاذ محمد؟ ما انت جبتني اهو. يعني في حاجه مثل يقول لك اخويا هايص وانا بايص، يعني انا قاعد في الاستوديو يا كابتن سيد كل يوم وانت قاعد في العالمين وبتلعب كوره كمان. كان عندها بطوله مهمه ده كسبتوها؟ اه طبعا، يعني الحمد لله. كان في دي بقى في اطار المهرجان الضخم بتاع العالمين دي ده، ممتد المهرجان ده لاخر 9 متهيألي. اعتقد لاخر شهر 8. ده في كل حاجه بقى، في كل حاجه، بس هي بدات بالكره الشاطئيه. احنا كنا موجودين 3 ايام، كل اللعيبه نجوم القديمه كتير كلها، بصراحه. كل اللعيبه القديمه كلها. انت يعني كان فرقتك مين بقى اللي كسبت البطوله دي؟ فرقتي حسام غالي وجده ووليد سليمان وعماد متعب وامير ده توفيق. بتاعت كاس الامم. لا بس كنا بنلعب برضو ناس تانية جامده جدا. امير يعني توفيق كان هو الجون بتاعكم. الجول بتاعنا امير توفيق. اوكي. تناس كان امام عاشور يجيب امير توفيق يجيب لكم امام عاشور. كنتوا بتلعبوا مين في الفاينل؟ لعبنا في الفاينل، لعبنا فضل وخالد بيبو ووائل رياض وعادل مصطفى طب فين احمد وامير عبد حسن؟ الصقر الحميد. فين؟ الصقر خسر الماتش اللي قبل. يا خبر ابيض. صقر وحازم امام خسروا الماتشين اللي في الاول. والصقر عداها كده عادي؟ والله كان بيحاول يلعب ما مع احتاجش على الفرقه، الحكم. كان بيحاول يلعب مع الفرقه التانيه بس ما نفعش. لا يا راجل. اللوايح ما كان عايز نفعش. ينقل بجد. والله. كان عايز يجي معاكم؟ كان عايز يلعب مع الفرقه اللي قدامنا، بس يعني اللوايح ما نفعش ان هو مفيش فايده، يلعب. عايز يشيل الكاس. طبعا طبعا. نورتنا يا كابتن سيد. ربنا يخليك. استاذ بليغ ابو عيد. اهلا بيك يا استاذ محمد. مقضيها ساحل ولا شغل زي لا الشغل والله. برضه؟ في الشغل. لا يا راجل. والله. بس انت ليك طلعات برضه كده، ما بقاش يعني. بس لما تكون بعيده فترات بعيده بقى. ساعات بجس كده من بيت بعرف انك مش بتعرف. لا اليوم دول في الشغل. نورنا يا استاذ بليغ. ربنا يعزك يا كابتن سيد. مارسيل كولر عمل حاجه عكس كل التوقعات. يعني كل توقعاتنا ان لو الاهلي حسم الدوري، وحتى من قبل ماتش الزمالك وكان في كلام انه ممكن يلعب ماتش الزمالك حتى يريح بعض اللعيبه الاساسيين على اعتبار انه خلاص، يعني فكره انه يكسب ماتشات او اقل من فكره انه يريح لعيبته، يعني بعد موسم صعب جدا طبعا على المستوى الذهني، ودايما بقول الذهني لان دي مساله مجهده جدا، والبدني والفني وكل حاجه، الا انه بيلعب لغايه دلوقتي باللعيبه بتاعته. حتى الماتش اللي فات بتاع المقاولين امبارح مريح 3 4 لعيبه سواء انذارات او مريحهم، بس ما خرجهمش، ما ادهمش راحه طويله. واضح انه مستمر كده. ايه الفكره يعني؟ يعني بدانا كمان نسمع ايه بقى، انه مستهدف يبقى 90 نقطه، مستهدف انه الدوري بدون هزيمه، ومستهدف ما اعرفش ايه. يعني انا هقول حاجات مختلفه شويه، يعني ممكن انت هيكون تصورك ان انا كنت هقول عكس كده. بس هقول اول حاجه، يعني موقف حصل معايا وانا في الجهاز الفني للنادي الاهلي في 2017 مع الكابتن حسام البدري. مع الكابتن حسام البدري وفي نفس الظروف دي كنت كسبت الدوري برضه قبلها بكام اسبوع، وكنا محققين عدد نقاط. انت على فكره جبت 89 نقطه في الموسم ده. عدد نقاط كبير جدا، وعايز يضرب الرقم بتاعكم. عدد نقاط كبير جدا، وعدد اهداف كبيره جدا. وكسبت الدوري من بدري برضه قبلها. كسبنا الدوري من بدري. وكان عندنا ماتشات في بطوله الكاس، وبعد كده ماتش في بطوله افريقيا. فاحنا بالتشاور خدنا قرار ان احنا نكمل باللعيبه عشان الكاس وافريقيا، ولا عشان تجيب نقاط نسبه كبيره منها الارقام القياسيه بتاع النادي، ان انت تضرب ارقام وتفضل في تاريخ النادي ان انت اكبر موسم جبت فيه عدد نقاط، اكبر موسم حققت فيه مكاسب، اكبر موسم جبت فيه اهداف. وده لغايه دلوقتي اللي بيتقال. ما انا اقول لك بقى بناء عليه ايه اللي حصل بعدها. لعبنا الماتشات واحنا واخدين الدوري، وقع مننا 3 4 لعيبه مؤثرين جدا، اولهم وليد ازارو. كنا بنلعب بتروجيت اعتقد في السويس، وانتوا مش محتاجين الماتشات خلاص. مش محتاجين. اتمزق، غاب حوالي شهر ونص شهرين. ما لعبش معانا بقيه الماتشات. وانت عندك افريقيا وعندك كاس مصر. وكان المهاجم الاساسي. وكان المهاجم الاساسي وكان اهم عنصر في الفريق في الوقت ده. انت بتكلمني دلوقتي عن سلبيات. طبعا ثلاث اربع اصابات حصلوا اثروا بشكل كبير جدا على النادي الاهلي على اخر فتره بالنسبه لنا. خرجنا من الكاس. اوبا. خسرت من مين وقتها؟ خسرنا من الاسيوطي وقتها 1-0. ولعبنا في بطوله افريقيا، لعبنا ماتشين خدنا نقطه في الماتشين. دوري المجموعات. دوري المجموعات. اوكي. وبعد كده احنا مشينا.
يعني، انما هي النقطه انا بتكلم في حاجه مهمه جدا. يعني بعدها كان الافضل ان انتم ما تكملوش بال طبعا. ما انا هتكلم في النقطه دي بقى دلوقتي. ممكن اضحي يعني دلوقتي، انت حتى لو كملت باللعيبه كمل بيهم عشان بطوله الكاس، عشان ماتشين الكاس. عندك ماتش الداخليه وبعدين المصري. اذا كسبت الداخليه يعني يعني ماتشين الكاس، انت بطوله الدوري خلاص الموضوع، حتى دي امور تكميليه اللي هي الماتشات المؤجله كلها. فانا رايي ان النادي الاهلي يضحي حتى لا قدر الله لو خرج من بطوله الكاس، تضحيه بالكاس اهم عشان الموسم الجاي. الموسم الجاي عندك سوبر افريقي، عندك دوري الابطال برضه هتشارك بيه مره ثانيه، عندك كاس العالم للانديه، عندك بطوله الدوري مره ثانيه، عندك ماتش سوبر افريقي اللي هو الماتش الواحد، فعندك حاجات كتيره جدا. انت اللي حقق لك المكاسب بتاع السنه دي كلها الراحه اللي خدتها اللعيبه الموسم الإجبارية. اللي فات اللي انت في نهايه الموسم اللي فات ريحت حوالي 10 لعيبه، نتيجتهم ان كل اللعيبه رجعت بمستوى متغير غير اللي كان ريحوا من خلاله. كان كلهم كل الناس كانت بتقول ال 10 11 لعيب دول خلاص انتهوا صلاحيتهم انتهت جوه النادي الاهلي كلهم، وحسين الشحات كل الاسماء، انما بعد ما خدوا الراحه ورجعوا وعملوا اداء كويس ورجعوا بمستوى تاني، كلهم هم اللي كسبوا النادي الاهلي وهم اللي حققوا البطولات. النادي الاهلي ما زادش عليه الا 2 3 لعيبه، انما المؤثرين كلهم اللعيبه اللي كملت وخدت الراحه. فانا شايف ان النادي الاهلي يعني كولر طبعا حقه يعمل اللي هو عايزه، بس انا وجهه نظري ان انا ايه يعني لو خرجت من الكاس؟ ايه يعني لو ما خدتش اكبر عدد نقاط؟ بس في المقابل انا بريح لعيبتي، ببدا موسم بشكل قوي جدا، بعمل فتره اعداد مميزه، بلعب كل البطولات بكل العناصر اللي موجوده معايا، انما التكمله بالعناصر اللي موجوده حاليا انا مش شايف فيها اي استفاده. وخد بالك انه الكاس في اول اغسطس هتاخد ماتش الداخليه، وبعدين باربع ايام ماتش لو الاهلي كسب او الداخليه، انا اللي قايل لك يبقى كسبان هيلعب 30/7 والكسبان هيلعب المصري. انا بقول لك حتى خرجت من الكاس. خد بالك ان في مشكله ثانيه، ان الاهلي عنده السوبر الافريقي 1/9. فانت كمان حتى لو انت كملت الوقت الفرقه دي، انسب وقت للراحه هو حاليا. فهتدي راحه امتى؟ من 3/4/8 مثلا يعني. ايوه هتدي راحه امتى؟ عشان عندك ماتش السوبر 1/9 وعندك معسكر اعداد خارجي و طبيعي ان انت هتريح دلوقتي، هتدي اللعيبه اسبوعين وممكن اكتر شويه، هترجع على 5/8 تبدا اعداد عشان ماتش السوبر الافريقي، تخش فيه وانت جاهز، تكون لعبت عدد ماتشات وديه وتكون جاهز بنسبه حتى 70%. طب هل ممكن يدي راحه لعدد من اللاعبين مش كل اللعيبه؟ الواضح ان هو مش هيعمل كده، الواضح لان هو الماتش اللي فات معظم العناصر بتلعب. يعني حتى الغيابات غيابات يعني هاني عشان موقوف. هاني وعبد المنعم وياسر موقوفين وده معلول بس اجازه. فانا شايف ان الارقام مش هتفيد بحاجه على قد ما فرقتي تدخل الموسم بشكل قوي. هو ده الاهم بالنسبه لي بصراحه. الا لو اتحاد الكره قرر ياجل الاهلي ماتشات الكاس. لا هو اترفض طبعا فكره ان هو التاجيل للسنه اللي بدايه الموسم المقبل، كانت طرحته اتحاد الكره رفضها تماما. لا اتحاد الكره قرر خلاص ياجل سيمي فاينل وفاينل للموسم الجاي، يعني هو مش هيكمل سيمي فاينل. لا الماتشات كلها دلوقتي ما في، يعني الماتشين اللي جايين بتوع الاهلي دول في موعدهم اللي بس هو خد بالك الداخليه معترض. معترض لكن في النهايه عنده، بس عنده مشكله كبيره عارف كده؟ ما هو في النهايه في دي واضحه من الاول. عارف الداخليه ايه؟ ايه؟ ما عندوش غير 10 لعيبه. طب ما انت في من البدايه يا استاذ محمد انت محدد، هو مش مشكلته. لا يعني مش مشكله اتحاد الكوره. لا مش ازاي؟ لا مش مشكله اتحاد الكوره. النهارده انا اصل في ده في جدول وفي مواعيد معلنه. لا ما المشكله لو تم تغيير. لا الجدول بتاعي اصل انت مش يا استاذ محمد مش هتغير على ظروف النادي. لا بس خلينا بس اقول حاجه. الوقت الداخليه نادي اشتغل وعنده لعيبه معارين كتير. تمام. حلو كده؟ فالموسم الدوري خلص، اللعيبه المعاره انديتها عايزاه. تمام. فهو ماتشات الكاس دي بتعلن دايما قبلها بشهر، يعني تمام. مش من اول الموسم انت عارف ميعاد الكاس امتى وان انت عندك ماتش بيحصل فيه تغييرات. صح ولا غلط؟ فطب الداخليه يعمل ايه؟ سيبك من الاهلي خلاص، الاهلي عنده حلين، اما ان ممكن يلعب الماتش ده مثلا، ممكن يدي اجازات ويلعب الكاس الماتشين دول بالصف الثاني، ممكن يخلي 3/4 اساسيين، يعني عنده حلول لانه عنده لعيبته يعني. طب الداخليه يعمل ايه؟ ما عندوش غير 10 لعيبه وفق الكلام اللي هتقول لك كابتن علاء عبد العال حاوله كده يا جماعه لو نجيبه على التليفون ولا حاجه. طيب كابتن يعني علاء عبد العال نفسه كان بيقول انا هلعب الماتش ده ازاي؟ عنده مشكله، لكن يبقى ان هو في النهايه بيلعبوا ازاي؟ ما انت يا استاذ محمد انت بتحكي في وقت ضيق، انت يعني انت شو الحاج عامر يعني الراجل بيقول لك يعني انا يعني بوفق مواضيع بالعافيه المواعيد، فانت النهارده لو ما لعبش ماتش الداخليه
مش هتلعب ماتش مش هتلعب ماتش المصري طب هتأجل كده كده مع السيمي فاينال والفاينال خلاص انت عندك مواعيد جدولك يسمح بكده يعني هي برضو يعني الامر كلاهما مر طبعا يعني امر يعني التأجيل مر فوائد داخليه واللعب مر هيلعب بالعشره هيجيب مثلا عنده من قطاع الناشئين هو اللي هيقدر يستفاد منه بس انا كنت عايز اتكلم في جزئيه النادي الاهلي يعني النادي الاهلي اللي فيه كان تجربتين كان تجربه لمانويل جوزيه لما فاز بالدوري وعطى راحه للعيبه كلها وشفنا نتائج النادي الاهلي كان بالوقت ده ساءت ازاي وتجربه الكابتن حسام البدري اللي هو حتى الان تجربه 2017 هي رقم قياسي والناس كلها دلوقتي بتتكلم عن كولر ورغبته في تحقيق الرقم ده ان هو دوري اللا هزيمه فمن حق كولر دلوقتي الراجل يبحث عن الشعبيه وعنده شعبيه دلوقتي يعني خلاص يعني قاربت من شعبيه مانويل جوزيه اعتقد انه ما فيش حد هيقدر يوصل لشعبيه مانويل جوزيه غير كولر لانه محبوب من الجماهير فهو الراجل عاوز كده اللي يختلف بقى عن تجربه الكابتن حسام البدري انه الراجل عمل تدوير من بدري وعمل اراحه هو مش فتره الاعداد ما هو فتره الاعداد اللي كان عملها في الاهلي سواريز هو تولى المسؤوليه مثلا متاخر ما كانش من بدايه الموسم هو جه مصر 6 9 بالظبط فهو الراجل عمل فتره هو الناس حتى كانت بتهاجمه في الاول هو ايوه بس هتلحم الموسم ايوه بس هو الراجل قدر ان هو مهما تعمل تدوير ما هو التدوير ده فكرته هو قدر يريح دلوقتي انت دلوقتي في موسم يا استاذ محمد انت لما ترجع قبل كده الموسم اللي فاتت انت كان ممكن عندك في النادي الاهلي يبقى عندك 50 اصابه انا فاهم عندك لعيب بيتصاب كان في الموسم اللي فاتت فيه لعيب بيتصاب مرتين ثلاثه واربعه السنه دي ما شاء الله تبص للنادي الاهلي بس خد بالك من اهم دلوقتي مفيش اصابه لا ما هقول لك والراحه السلبيه حاجه ما بتفرق في دلوقتي هو الراجل مش لا هيخلي كل اللعيبه تستمر للنهايه بس هيحافظ على قوام الاساس وهي هيدخل عناصر جديده زي اللي حصل في ماتشات المقاولين يعني ان انت هتضطر تلعب لغايه 4 8 بالقوام الاساسي تمام عندك كاس وماتش السوبر 1 9 فانت يبقى عندك 26 يوم فما ينفعش تريح اكتر من 3 4 5 ايام ده الماكسيمم عشان المستوى البدني بتاع اللعيبه ما ينزلش تمام فانت كده ما اديتش اللعيبه الراحه السلبيه المناسبه في موسم قادم عندك بقى ايه كابتن سيد عندك الموسم الجاي ايه السوبر الافريقي اللي هو الدوري الافريقي عندك دوري ابطال افريقيا عندك كاس العالم للانديه عندك دوري وكاس وسوبر مصر وسوبر افريقي عندك كاس امم افريقيا اللي المنتخب على الاقل في 7 8 لا زود كمان ماتشات تصفيات كاس العالم بالنسبه للمنتخب كاس العالم المنتخب وعدد لاعب بص اصل انت لو مش كولر لن يضحي بهذا الموسم التاريخي وفرحه قصه اسمعني بس فرحه الجماهير النادي الاهلي بكل ماتش وبانجاز ده ليه تمن لازم يكون ليه تمن طب انا سمعت ان الاهلي طالب تاجيل ماتش السوبر الافريقي هو الميعاد لسه طبعا هو 1 9 هو ده الافريقي اعلى هو ده لا لسه لا اعلى لا لسه الاعلى رسم والله لسه والله في مشاورات لا المشاورات الاهلي عايز ياجل من اسبوعين لثلاث اسابيع بالاتفاق مع اتحاد مع بس هو الكاف بيدرس ان هو ممكن ياجل المباراه شويه ليه؟ والكاف بيدرس ان هو ممكن ياجل المباراه شويه طلب الاهلي يعني. الاهلي مع النادي الجزائري طالبين حتى النادي الجزائري طالب كده فالاتحاد الافريقي ممكن طب يعني. لو اتاجلت اعتقد حلت المشكله طبعا حلت المشكله لان انت هتتخلص ماتشات الكاس وتدي الراحه وتبدا عندك شهر ونص بس تقدر تشتغل بقى تلعب الكاس عادي بالشكل الطبيعي وتشتغل بالشكل الطبيعي واذا الاهلي عمل كده مش محتاج ان ناجل الكاس ولا ايه لا هو الكاس مش هيتاجل طبيعي يعني تحت اي ظرف ظروف هو انا بقول لك الفرحه طيب. الاهلي دلوقتي ليك تعليق على تصريحات اوسوريو امبارح طبعا ليه تعليق على تصريحاتك انت مش على اوسوريو انا اوسوريو انا يعني معلش هناقشك في ضوء اللي سمعته من تصريحات حضرتك اول حاجه الراجل بيقول يعني انا شفته شفت الاول التصريحات اللي قريتها انا بس لا في فرق انك شفت طريقته هو الراجل يعني لا اسلوبه انا بسالك سؤال واضح لا انت شفت المؤتمر ولا قريت شفت اجزاء منه ما شفتوش كامل انا عايز انا هبعت لك اللينك مع لحظه بليك بس طب انت بسمعش لك المصري كنا اقول لك انا معاك بس وجهه النظر هتبنيها عليك انت ما شفتش يعني هل هتبني وجهه نظر على مجرد اصل انا امبارح بنيت وجهه نظر على قرايه تمام وبعدين شفت المؤتمر كله تمام. اكتر من تلت ساعه شفتهم كله اسلوب لا يليق انا على فكره مش معترض على اي حاجه هو بيعملها او حتى يقولها لكن ان انت تتكلم عن مع الصحفيين يعني لو انت قاعد انت بليغ ومصدر مهما كان قيمته ومكانته وبيشخط فيك ويقول لك محدش كلمني وان الرسائل اللي بتيجي انت مش هتقبل ده طيب ما هنتكلم برضو يا استاذ محمد في اطار يعني و30 سنه كرة المصريه ورا والديربي المصري ده ولا حاجه طب ناخد حاجه جزئيه برضو عشان ما ناخدش في المجمل ويعني نظلم الراجل اول حاجه يعني قد يكون هو عصبي ومنفعل وشفنا ده في ماتش الاهلي والزمالك وشفنا انفعاله على لعيبه الاهلي ايا كان الموقف اللي حصل فبرضو الانفعال ده مدرب يعني المفروض يبقى اهدى من اللعيب فواضح ان هو مدرب عصبي وبيستثار من اقل شيء
هو الراجل دخل في المؤتمر الصحفي لو احنا تعاملنا بحسن نيه، فالراجل بيقول لهم يا جماعه انا 5 ايام اجازه، ما حدش اتصل بيا ولا حد يكلم. اللي عاوز يسال صاحبي. اللي عاوز يسال سؤال انا متاح لي. هو الراجل ما قالكش ما سؤالين وماشي، لا قالك اسالوا لحد ما تخلصوا كل اللي عندكم، انا مش انا 5 ايام قافل تليفوني. انا عايزك تشوف المؤتمر. طب انا بحكي على انت بتحكي على 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 اللي حصل. طب اللي حصل الهدف ايا كان اسلوب انفعاله، الراجل بيقول لا امشي ما سابش المؤتمر يعني ومشي. ايا كان اسلوب انفعاله، انا بقول لك الراجل ما سابش المؤتمر وفعل. الراجل قال اساله لحد برضه ما تخلصوا. بليغ الحوار ليه ضوابطه. تمام. اي حوار واي اي اي بص اصل انا متحفظ على انفعاله يا استاذ محمد. اي كلام جائز يعني اي اراء جائزه يعني احنا بنقعد نتناقش، لكن لو انا وانا بتكلم معاك يعني هو كلام ده شعرت. ولو ساب المؤتمر ومشي هي هتبقى اصعب. لا لو انا بتكلم معاك وانا قعدت اعمل لك كده وشعرت ان انا بقلل منك ده مش صح. ما هذا لو انت اسلوبه يا استاذ محمد في هذا اسلوب سوري هو اسلوبه عصبي. فالراجل بتتعامل معاه عصبي يا سيدي على نفسه مش على الصحفيين. هو ترك المؤتمر ورحل. لا يعني هل تقبل ان يبقى عصبي على الصحفيين؟ هو يعني الرد عصبي، هو ما انفعلش على حد، هو اخطا في حد. يا استاذ محمد هو قال يا جماعه قال ان هم بيشتموا، وقال المرحله عدت مرحله النقد مع الجهاز المعاون. انت مش راجل مدير تحرير في المصري اليوم؟ تمام. هل انت تناولت الجهاز المعاون لنادي الزمالك باي شيء الفتره اللي فاتت؟ لا هو كان هو ما قالش ما كانش قصد الرساله دي ما كانتش للصحفيين بتاعه الجهاز المعاون. بيقول بيجيهم في رسائل وامر غضب. انا 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 اللي مسؤول، انا اللي مسؤول عن الجهاز وانا اللي مسؤول عن اي نتائج. قال له احنا ما اتكلمناش على الجهاز المعاون. قال له لا حصل كلام وتجاوز مرحله النقد كمان، ويعني عايز يقول شتايم يعني لدرجه ان المترجم لما لقى الكلام راح في سكه مش لطيفه قال يا جماعه ما تخلينا نقفل الموضوع ده نتكلم. انا متحفظ بقول لك على الجزئيه دي. طب انا يعني طب انا انا متحفظ على الجزئيه. طب انا اتحفظ واعترض. انت بتضايق ليه؟ لا انا ما اعترضتش، انا بقول لك للتوضيح. انت بتقول اناقشك. انت بتقول انا متحفظ. انت متحفظ يعني انت زي متحفظ. انا بتحفظ على اسلوبه وعصبيته، لكن هو ما قاله راجل. يعني انت متحفظ ازاي؟ ما سابش ما سابش المؤتمر. يعني انت موافقني في التحفظ. انا ما قلتلكش هقول على لا انت بتقولي هناقش. يعني انا فاكرك مختلف معايا. انا متحفظ لكن لازم نبور وجهه النظر التاني. الراجل ما سابش المؤتمر ومش قال لك اساله انا قاعد معاكم لحد ما تخلصوا. مش مختلفين يا بليغ. والراجل قعد وجاوب على كل الاسئله. كان بفعل جزئيه. خلينا نتكلم بكل صراحه، انت بس عشان مدرب اجنبي الديربي. هو الديربي المصري زي ديربي ميلان ولا ديربي هو. طب سؤال. ولا ديربي مدريد. طب اسالك سؤال. لا طب اسالك سؤال. الديربي الفرنساوي ايه؟ يعني انت ما تجيبليش تقول لي هو الراجل ما تكلمك على الديربي ده قال لك الديربي المصري مش زي لا قال لك ده عندكم بس اوعوا تفتكروا ان انتوا زي يعني احنا بيهل مننا يعني انت النهارده هو بيحكي على الكوره على مستوى الكوره يا محمد يعني برضو ما انا بص اصل انا مش هقدر اناقشك لما تشوف يا واضح لا يا محمد لا شفت الجزئيه دي شفتها والله ما شفت الراجل بيقول لك مدريد ريال لا هو مش جاي والله ما اتفرجت هو الراجل مش جاي انت تتحدث ولم تشاهد او تتابع الطريقه لا والله اتفرجت على الجزئيه هو كان منفعل كان منفعل الضغوط عليه كتير لما انفعل اقل منك يعني يا استاذ محمد قال لي ايه؟ بقول الكره المصريه 30 سنه ما عملتش حاجه. قال ايه؟ طب هي الكره المصريه 30 سنه. الكره المصريه في تراجع. طب هي 30 سنه ما عملتش حاجه. اعترف باخطائنا ولا يا استاذ محمد؟ طب انا اسالك سؤال. هو اتكلم ما عملتش حاجه؟ لا عملت كتير وحضرتك ذكرتها واتكلمت عن انجازات النادي الاهلي وانجازات المنتخب طبعا في انجازات. والزمالك نفسه. لكن انا بتكلم يعني حتى قلت له النادي اللي انت ماسكه ما هو مسك كسب دوري ابطال افريقيا وكسب كونفدراليه في اخر 30 سنه اخر 20 سنه. انا بتكلم على الديربي. انا ما اتكلمش على انجازات الكره المصريه. هل الديربي المصري بقوه ديربي ميلان او هو مين قال بقوه؟ ما هو راجل بقى بيتكلم فيه هو الديربي الهولندي بقوه هو الديربي البلجيكي بقوه هو الديربي البرتغالي يعني بقوه في تدرج في المستويات اي ديربي في تدرج في المستويات هو ما فيش غير ديربي اسباني اللي هو الكلاسيكو العالم مش راجل بيتكلم احنا بنسميه كلاسيكو الارض هو مين اصلا ساوى بس مباراه على الاقل ربع مليار ناس بيشوفوها تمام مباراه الاهلي والزمالك دي مش بيتفرج عليها كل الوطن العربي تمام كل الجاليات العربيه والمصريه بره مصر هل ماتش القمه نتكلم برضو بصراحه هل ماتش القمه نفس البريق اللي كان بيتعامل بيه السنوات اللي فاتت لا قال طبعا لا شوف الدوري السعودي ما كانش الامارات أيوة. ما كانش الامارات يا محمد لسه موجوده بس مش بنفس بس مش بنفس كان الديربي المصري ده حديث العالم كله مش الدول العربيه كان كل الجاليات العربيه بتتفرج عليه في دول العالم كله انا بقولش ان انا احسن من يعني الدوري المصري انا بقولش ان انا احسن من الديربي زي ما هو دلوقتي مش الديربي اسبانيا يعني الدوري المصري دلوقتي نفس مستوى بالنسبه للدوريات العربيه ما قلتش ان انا احسن من ديربي اسبانيا انا ما قلتش ديربي اسبانيا بس انا بتكلم على مستوى الدوري المصري على الدربيات الاوروبيه انا لما اتكلم انا لما اتكلم الدوريات العربيه انا ما اتكلم عن اهلي وزمالك هذه مباراه يتابعها القاره الافريقيه كلها تمام يتابعها يعني انت لو جبت كده القاره الافريقيه دي وقمت جاي الشريط اللي هو الوطن العربي من الخليج للمحيط كده ما اختلفناش من الخليج للمحيط زائد كل الجاليات العربيه زائد كل الناس المهتمه بالاهلي والزمالك على مستوى العالم انت بتتكلم مش اقل من 250 300 مليون نسمه بني ادم بيتفرجوا
على الديربي بتاع الاهلي والزمالك. اذا ليه ما كانش، انا بسالك حد قال لي مكانته؟ هل هو نفس القوه اللي كان من السنوات الماضيه يا زمحمد؟ هو بيتكلم، هل الدوري المصري هو نفس القوه والضعف؟ هو بيتكلم ان احنا فاكرين ان احنا بنتكلم، هو زعلان ان الناس انتقدته بعد ماتش الاهلي والزمالك، هو عايز يقول يعني انتوا بتتكلموا ده ديربي عادي يعني ما مالوش لازمه. تمام، هو عايز يقول كده. وعلى فكره انا برضو ما عنديش مانع طبعا يعني، هو جا وضرب انا ما عنديش مانع، بيقول لك انا مستمر ومتواجد يا سيدي يستمر يعني، وكلنا حتى واحنا بنتكلم الراجل جيت وانا مستمر. طب ممكن اسالك سؤال، انت كنت موافق على طريقه لعبه الفتره اللي فاتت مش انتقدته؟ اه طبعا، واي حلو. وزي ما انتقدنا كولر في البدايه انتقدنا في بعض الماتشات قلنا عليه الماتشات جايه، وانت بتنتقده مش كنت عامل حساب برضو ان الزمالك في محنه بتحاول بقدر الامكان حتى وانت بتنتقد او انا بنتقده ان الزمالك الاعذار، لان الزمالك في مرحله محتاجين برضو نلم الدنيا عشان النادي عنده مشاكل مش عشان خاطر يعني اسوريو ماسك علينا حاجه يعني. تمام تمام، الاخطاء اللي حصلت في ماتش الاهلي والزمالك مش ده اخطاء مدرب؟ اخطاء مدرب، وفي الشوط الاول اخطاء هو طيب يقول لك انا بقى جاي اتعلموا مني الكوره وطريقه اللعب، اتكلم على اسلوبه وطريقه اللعب لازم تبقى ثابته في كل تتعمم على كل الفرق المصريه، وان انا اللي مذاكر الكوره العالميه محدش يتكلم على الكوره العالميه زيي. انا مش معترض ان هو راجل كويس وان راجل اللي مكانته وان راجل اللي قيمته كل حاجه، بس هذا ليس اسلوب. طب انا برضك عاوز تتواصل مع الراجل تاني لو هو نفس المعنى اللي وصل لك ده، يبقى لك حاجه بس انا عاوز اتكلم في الراجل هو بيقول لك محدش يكلمك، اسالوني النهارده لاخر. بس عاوز اتكلم في جزئيتين برضك. جزئيه انت بتقول انتقد لعيبه الزمالك وقال عواد واتكلم عن اللعيب. طب كولر لما جه في البدايه توليه مش قال لك انا مش مقتنع بولا مهاجم في النادي الاهلي؟ ما قالكش ده ايه ارضيه الملعب اللي انتوا بتلعبوا عليها دي؟ مزبوط. ارضيه ملعب مزبوط. سيئه لازم تتغير. على فكره كولر كتير فاي مدرب وانتقدنا كولر كتير، فاي مدرب رد فعل كولر كان كده. وعلى فكره مانويل جوزيه ده راجل هادي، ده اسلوبه كل واحد ليه اسلوبه في التعامل. لا لما مانويل جوزيه لما انتقد وتخطى كان ليها فوات كتير. طب ما احنا برضه انتقدناه في كصحافه وكاعلام، احنا سكتنا يعني في الاخر. مانويل جوزيه بكل مكانته دي اللي كانت وسط الكره المصريه انتقدناه. عموما خلاص مش يعني في الاخر بس انت راضي يعني عن عن لا انا بقول لك متحفظ، بس في كلام يعني مثلا هو لما بيتكلم يقول لك ما فيش مدافع في مصر بيلعب برجله الشمال. طب وماله الحاجه دي ما تشدش انتباهي يا استاذ محمد؟ يا سيدي ما تشدش انتباهك يعني ان احنا محتاجين حد يكون بيلعب برجله الشمال؟ يا سيدي ما ليفربول ما عندوش مساك بيلعب برجله الشمال. انا بديك مثل يعني لما بيتكلم، ما البرازيل ما فيهوش مساك بيلعب برجله الشمال. هو الراجل بيقول انا محتاج حد يلعب برجل الشمال، هل ده خطا منه؟ لا مش خطا، بس يعني الراجل قلت ان انا طريقته ان هو اللي زي بس ما بقاش طريقته كلها يا بليغ يا استاذ محمد والخساره قايمه على الراجل بيتكلم. انت خدت الاسلوب والانفعال. طب ممكن اسالك سؤال؟ خدت المضمون خالص. طب انا راجل، انت متحمل على انا راجل وماله يا سيدي؟ وجهه نظرك عادي احترمها. انا راجل بقول يا كابتن سيد ان انا محتاج فعلا سيرداك بيلعب برجله الشمال، اوكي، وليه كفاءه معينه برضه هنحترم ده، وهو ليه مواصفات خاصه لتطبيق طريقته برضه بنحترم ده. انا كمدرب بقى لما اجي اتولى قياده فريق وما عندوش حاليا في الفتره اللي انا بشتغل فيها دي لغايه ما اجيب هذه الامكانيات او هؤلاء اللاعبين اللي يحققوا وجهه نظري، هو ثلاث لعيبه بس يا استاذ محمد، ما طلبش سبع ثمان صفقات زي الناس بتطلب، ثلاث لعيبه بس اللي قعدوا. طب ماشي، هو قال انا محتاج عشان اطبق طريقتي وقال ان انا محتاج السرد باك اللي بيلعب برجليه الشمال، واضح انه مؤثر، هو شايف ان السرد باك ده مؤثر جدا في طريقته، صح ولا غلط؟ تمام كده. الا تؤجل اسلوبك وطريقتك طالما انت ما عندكش اللعيبه او اللعيب يا سيدي او اي حاجه اللي تطبق لك افكارك؟ الا تؤجل الافكار دي لحين ما تكتمل المنظومه اللي انت بتبنيها وبعدين تشتغل على الافكار دي؟ طب ما الموسم انتهى، واتكلم بعد الموسم انتهى. كابتن سيد ده الطبيعي ان انا لا الموسم انتهى بنتائج ايا كان، ما هو بدا يتكلم في مطالبه بعد الموسم انتهى. طب وماله؟ ما احنا بننتقد بقى يعني من حقه يطلب بعد ما هو ماشي بنقول له ما كانش دلوقتي يطلب، ما كنتش تلعب بالطريقه اللي الناس كلها مش عاجباها دلوقتي، والنهارده في ماتش الاهلي مكان الاهلي الزمالك دفعهم في مشاكل في ماتش الاهلي يعني. لو هو كان يعني بطريقته يعني حضرتك، هو انت شايف ان المدرب يتفرض عليه طريقته وهو ما جاي يلعب ليه؟ يعني انت لو انا ما عنديش لعيبه تنفذ طريقتي العب برضه بطريقتي؟ الراجل قال لك انا محتاج عشان اقدر اكمل مدرب. محتاج واحد اتنين تلاته. شايف انه إن لو انت ما عندكش اللعيبه اللي تنفذ طريقتك هل تنفذ طريقتك حتى لو بالموجود مهما كان؟ هو بيتقال ان هو بيلعب بنفس طريقه مانشستر سيتي هو نفسه بيقول جوارديولا نفسه قعد 3 4 سنين بيدور في فلك اللعيبه، كل شويه غير شبانه غير سيد، بيجيب اللعيبه المناسبه ليه. ما بيبداش ان انا طريقه لعبي هو كده باي حد، يعني واحد ما بيقدرش ينفذ الطريقه. يعني عمري مثلا ما هلعب بجول هو ما بيلعبش برجله بشكل كويس واخليه كل كوره يعمل باص على الارض، يعمل باص طويل،
فانا بدور على اللعيب المناسب بالنسبه لي. انا عندي اعتراض بس على حاجتين مهمين جدا، هي النقطه برضو ايه، حته العروض وبسبب العروض والعرض هندوراس منتخب هندوراس يعني عادي مش عروض، هو ما كانش هيمسك الميلان يعني ورفض الميلان عشان يجي. النقطه الثانيه نقطه الديربي، الديربي في كل مكان هو موجود، بيبقى فرقتين اقوى فرقتين موجودين في الدوله، فده طبيعي جدا. والاهلي والزمالك موجودين شعبيه ضخمه كمان، ما فيهاش وبعدين حتى لو انت عايز تقلل من المباراه نفسها، فسبب من اسباب النتيجه العاليه دي هو انت يعني سبب العمل للفرق، مش انا اللي بنقول ده، هو نفسه، هو نفسه اللي عمل للفرق الكبير في المباراه هو انت، هو نفسه في المؤتمر بعد الماتش قال انا اللي غلطان، انت سبب الراجل فنيا الكبير وقال لك انا غلطان فنيا يا سيدي، ما هو ماشي يبقى انا اما بنتقد يا سيدي، طب انا اما انتقد يبقى انا على حق بقى لما يعني انت بتقول انا غلطان، انت بتنتقد اسلوبه في الكلام يعني مش لا مش بس لا انا بقول ان له اخطاء فنيه، اسلوبه في الكلام لا يتماشى مع اخطاء، ما ينفعش انا اكون بغلط ومسوح فرقتي وخسران 4 من الاهلي وطالع اتكلم وانظر وعلى الكره المصريه واطلب من الناس كلها تعمم افكاري. لا اسالك سؤال، هو لو كسب 4 الديربي ده كان هيبقى عامل ازاي؟ لو هو اللي كسب 4 طبعا كان الديربي قوي. طب انا هوريك حاجه بمناسبه الديربي، وبرده الاستاذ بليغ بما انه راجل يعني مدير تحرير وصحفي كبير، تقرير اهو كان عامله جريده الشروق، وريني كده يا شباب، مجله 442 كان قبل ماتش الاهلي والزمالك فاينل افريقيا سنه 2020، كانت المجله 442 اللي هي الانجليزيه الشهيره يعني، كانت متكلمه عن افضل 50 ديربي في عالم كره القدم بينتظرها عشاق تلك الفرق على مدار التاريخ، وضعت المجله ديربي الاهلي والزمالك ضمن افضل 10 ديربيات شعبيه في العالم. طبعا انت اقوى دوري، اقوى يعني ديربي إذن في افريقيا، اقوى ديربي في الدول العربيه وقيمته. يعني ومين قال شعبي كده يا جماعه؟ سوري اللي قال كده، لا اللي قال غير كده، قال لا اللي قال ان هو مش بمستوى ديربي اعلى فنيا، ما بيتكلمش على جماهيريا، بيتكلم فنيا إيه؟ بقول مش مستوى ريال مستوى مدريد او مستوى ميلان، وهو يا راجل فنيا. وهو انا ما باجي اقارن اسوريو نفسه بقارنه بانشيلوتي مثلا يعني اسوريو نفسه احنا لما كنا في الاستوديو هل بنقارنه بانشيلوتي؟ اما انت بتقارن عشان هو كولر بجوارديولا ليه؟ انا ما خدتش كولر بجوارديولا، عمري ما قارنت كولر بجوارديولا، انا قارنت كولر بجوارديولا؟ لا اقارن هنا في البرنامج، انا كنت في حلقه وشفت انا بتكلم على كولر زي جوارديولا، انا قلت كولر زي جوارديولا؟ لا مش انت، احد الزملاء قال كده بيهزر يعني. لا 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 كان بيتكلم بجد، لا هو كولر مش زي جوارديولا طبعا عشان انا منصف احسن من جوارديولا. طيب انا بقول لك يعني عشان نكون منصفين كده انصاف ماشي، انا كده ماشي، انا كده مشيت معاك على الخط بقى. لا انا بهزر طبعا. طيب بص يا سيدي، عندنا برضو تقرير اهو، ما هو ترتيب ديربي الاهلي والزمالك؟ ذا سان هذه الصحيفه الانجليزيه الشهيره تكشف اقوى 20 كلاسيكو في العالم. طبعا دي معلومات على فكره ربما تكون برضو عشان برضو نكون منصفين مش واصله اسوريو، والراجل برضو بقاله شهرين ثلاثه في مصر، هو عليه ضغوط لانه نادي الزمالك هو برضو مشكلته يا كابتن سيد، نادي الزمالك نادي جماهيري كبير برضو، فهو حاسس بالضغوط الجماهيريه يعني، هو بيتكلم عن رسائل اكيد من الجمهور يعني، عمر ما يعني هل انت ممكن صحفيين تبعت رسائل؟ لما انا بقول لحضرتك مش مقصود بيه الصحفيين، يبقى جمهور، يبقى هو حاسس بالضغوط الجماهيريه، فانا بقول له معلومات ربما تكون مش واصله، انه الاهلي والزمالك في المركز العاشر. بص بقى الديربيات اللي بتسبقه، الميلان والانتر، باريس سان جيرمان ومارسيليا، طبعا دوكا جونيورز وريفر بليت، خد بالك ده في المركز الاول من ناحيه الشعبيه، برشلونه وريال مدريد في المركز الثاني، ده زاسان اللي بتقول، سيلتيك ورينجرز في المركز الثالث، ناسيونالي ماديرا وبينارول في اوروجواي المركز الرابع، روما ولاتسيو في المركز الخامس، في ايطاليا جالاتا سارا في النرباخش المركز السادس، ليفربول ومانشستر يونايتد المركز السابع، انترناسيونالي وجيريميو بالبرازيل المركز الثامن، بوروسيا دورتموند وشالكا الالماني في المركز التاسع، اهلي والزمالك العاشر، باريس سان جيرمان ومارسيليا ال11، كلوب امريكا وجوادالاخار المكسيكي في المركز ال12، كلوب امريكا ده اللي كانت قال ان هو جاي له عرض منه سوري من شهرين كده، ميلان وانتر ميلان في يعني الاهلي والزمالك يسبق باريس سان جيرمان ومارسيليا، وبيسبق اللي هو الناديين في المكسيك اللي كان معروض عليه، وبيسبق ميلان وانتر ميلان، ساوث هامبتون وبورتموث، اندبنتي وراسنج في الارجنتين، اياكس وفاينورد في هولندا، فلامينجو وفلومينيزي في البرازيل، اولمبياكوس وبناثانايكوس اليونان، والارسنال وتوتنهام في انجلترا. الاهلي والزمالك بيسبق ده كله.
طب ومين قال لي الاستاذ محمد من قيمه الديربي المصري يظل بحكم العاده والتاريخ؟ اوسوريو هو اسمع بس اللي قال الاوسوريو. طب اكمل بس اكمل كلامي. ما انا والله طب انا هبعت لك يا بليغ التاريخ الدوري المصري اللي الديربي المصري الافضل. لكن لو اتكلمت بكل امانه هل تنكر ان الدوري المصري في تراجع السنوات الماضيه دي؟ هل هو الدوري المصري بنفس بريقه تراجع؟ انت بتحكي على مستوى الكوره يا استاذ. هو الراجل كان منفعل ولينا تحفظات على اجزاء كتير. هو الدوري يعني الكولومبي مكسر الدنيا. لا مش الدوري الكولومبي. والدوري المكسيكي يعني احنا بنعيط من كتر الكره المكسيكيه اللي مكسره الدنيا. وهل مثلا الكره الكنديه مش هو الراجل جاي من امريكا الجنوبيه؟ تمام. وهو الدوري يعني الباراجواياني يعني ما هو عادي يعني الدوري السويسري حضرتك متابعه قوي؟ لا. طيب ما انا بقول لك ما هو ما تقصش المدرب على انا ما قلت لي دخل كولر في الموضوع. انا كل شويه كل ما اكلمك انا بديك مثل زي انا بديك مثل وانا قلت لك الدوري السويسري اقوى دوري. وانا بديك مثل على الدوريات اللي زي ما بتضربها يا سيدي. هو الراجل اتكلم ما انا بديك دوري. امال لو كان مرن ان النمسا زي كولر كان عامل. الراجل جاي قال لك انا ما عنديش مدرب ما فيش ملاعب ما فيش ملعب العب عليه. ما كولر مرن النمسا برضه ما كانش في ملعب يلعب عليه. ما اتكلمش عادي. والراجل ما احنا انتقدنا يا بليغ الراجل في اي تصرف. ما احنا بننتقد يعني. انت شغلتك ايه كصحفي؟ انك تنتقد. انا برضه المدرب شغلته حتى لو رد على الانتقاد بس يرد على الانتقاد بحجه. اصل انا يا استاذ محمد ما اخدش الحاجه الشكليه. خلاص يا اوسوريو مضمون الكلام. قول يا اوسوريو والديربي المصري خد راحتك يا اوسوريو. لا 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 ما الراجل تقديرا لبليغ صادق يا استاذ محمد انا متحفظ على الجزئتين العصبيه. وهو الراجل كان بيتكلم على النواحي الفنيه ان انت محتاج أنا متحفظ محتاج على أربع محتاج حاجات. تطوير انا محتاج متحفظ بيقول لك الدرب المصري والكره المصريه محتاجه تطوير. أنا بأقدر لو ما اعترفناش بكده يبقى صح. كل انت شايف كلام. ان الدوره المصريه لا لا الدوره المصري كده تمام زي الفل ما عدا اربع حاجات. انفعاله على الصحفيين ده غير مقبول تمام معاك مهما كان هو مين صحفيين والاعلاميين لهم تقدير محترم على اي حد. متفق معاك 100%. نمره 2 انه يقول ان الكره المصريه اخر 30 سنه ما عملتش حاجه وربما ما عندوش معلومات انا قلتها له. متحفظ على انه يقلل من الديربي الاهلي في شعبيته. تمام. الديربي الاهلي والزمالك مهما كان الزمالك عنده مشاكل او مهما كان الاهلي عنده مشاكل ده ديربي كل يعني نص العالم مستنيه. لشعبيه الاهلي والزمالك. هو بس كان الجزئيه دي ما كانش رابع حاجه في الجمله اللي قالها كان يتكلم اللي قاعد ده بيتكلم فنيا ما بيش عايز النادي الزمالك او بيحبش نادي الزمالك يقوم يا عم عامل بايده كده يقوم يمشي. ما هو ده اللي تحفظنا عليه احنا الجزئيه الصحفيه. لا حتى بصبع المؤتمر الصحفي مش مؤتمر جماهيري. انا مش قاعد جمهور نادي الزمالك. انت ممكن يبقى بليغ اهلاوي او زملكاوي ممكن شمال يبقى اهلاوي او زملكاوي ممكن يعني الصحفيين اللي قاعدين دول مالهاش علاقه بالاهلي والزمالك. ده صحفي قاعد تحفظ بياخد تصريحاته ويروح يديها للقسم بتاعه في تحفظ أو عليها بتاعه او كده. ادي الان اربع حاجات انا متحفظ عليها. حاجات كتيره تحفظ عليها. يبقى انت معايا في الاربع حاجات دول. اه طبعا. وفي زي ما حاجات الباقي هو حر تحفظنا عليها كمديرين فنيين مش عاوز اذكر بالاسماء. طب وماله كتير وتجاوزات وتحفظنا عليها متحفظين عليها. الباقي هو حر. هو بيتكلم فنيا نقدر ده يعني. ما يقول انا محتاج لعيب سردباك بيلعب رجلي الشمال هو حر يعني. ما اقدرش اقول كده يعني. هو حر خلاص ماشي. فاصل. طيب نطلع فاصل سريع. هتطلع فاصل بايه قول لي؟ هتطلع فاصل بايه بقى؟ بكولر. اطلع فاصل. ايه جاب كولر بقى؟ كولر الثعلب. كنا بنتكلم على كولر. زعلت ان انا جبت سيره كولر. طلع بفاصل عن كولر واحنا كنا بنتكلم عن كولر. بقول لك انا انتقدت يعني كولر. يعني انا الدوري السويسري قلت له هو جاب سيره انا كولر. في بدايه الموسم طلع بفاصل بكولر. انا كولر اكتر واحد انتقده السؤال هو في مواقف كثيره في بدايه الموسم. انا لما جبت سيره كولر عادي. انت قلت لي ايه دخل كولر؟ طلع ليه في تقرير دلوقتي عن لا كولر؟ لا ده فيلر. ايه دخل الموضوع اللي احنا لا هو ليه رياكشنات. هو ليه رياكشنات حلوه. نطلع نشوفها في الفيلر ده. كابتن سيد بدأت تظهر ملامح صفقات الاهلي. فاخد رأيك يعني. امام عاشور في خط النص. في كلام على محمد رضا بوبو من فيوتشر. محمود مرعي المدافع. سوزا المهاجم البرازيلي اللي جاي من دوري كوريا الجنوبية. ان نيدفيد يرجع بس هو هيجرب يشوف لمدة اسبوع. محمد شكري الباك ليفت بتاع سيراميكا يرجع تاني. رأيك ايه في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ حتى الان ما يتم تسريبه يعني من صفقات للاهلي؟ هو في اسماء كتيره مناسبه يعني. والطبيعي ان انت لازم تجيب صفقات يعني. انا مش مع النقطه ان انت كسبت بطولات فانت ما تدعمش الفرقه وتكمل بنفس المجموعه. لا كل ما تكسب وتحقق بطولات بتبقى محتاج لعيبه تدخل على الفرقه تزودها ما توقفش عند حد معين. فانا شايف ان مجموعه الاسماء في ناس مناسبه جدا يعني. بس يعني نقطه مثلا نيدفيد اسبوع هيتشاف. هو نيدفيد بقى له فتره بيلعب يعني. هو الطبيعي هو ارقامه وستايله على مدار الموسم الراجل بيقول كويس. هو الطبيعي يتشاف بس ما اعرفش هل هيشوفه وهل هيشوفه بقى انسجامه في مش عارف هيشوفه. لا هي مش هتبان خلال الاسبوع ابدا يعني. والنقطه الاهم ان هو
يخدم طريقة لعبك. فأنا بشوف إن كريم من أهم اللعيبة اللي ممكن تفيد النادي أنت الأهلي. أنت بتابعه على مدار الموسم. وحتى قبل ما يمشي وهو موجود في الأهلي، كريم من أنجح اللعيبة اللي تلعب في الطريقة بتاع كولر. بس هو كان مصاب ورجع. الملعب. أنا بتكلم على مستواه دلوقتي الموسم الأخير ده. لا ماشي بشكل كويس، السنة دي والسنة اللي فاتت مفيد جدا، ومفيد لطريقة لعب كولر. كولر في اتنين لعيبة هيفيدوه جدا. امام عاشور ونيدفيد. ليه؟ هو بيلعب بثلاثه في نص الملعب، الثلاثه الاثنين دول هيدوا له افضليه عن العناصر الموجوده شويه في يعني مساله التقدم. كان عندك الثلاثه اللي في نص الملعب على طول كنا نقول ان هم شبه بعض، امكانياتهم قريبه. مروان وديانج وحمدي وحمدي، وسواء السوليه كان بيزيد شويه كان بيزيد. محمدي بدا يزيد بقى نقطه ايجابيه بالنسبه له. حتى دي موجوده في امام وكريم اونيل. حتى ديانج المباراه الاخيره كان بيقوم بالدور بتاع حمدي، الزياده بتاعته. انما هم كريم وامام عاشور هم عندهم النزعه دي اصلا، ان هو بيدافعوا بشكل كويس وانت معاك الكوره بيهاجموا بشكل كويس. فانا شايف ان النادي الاهلي يستفيد منهم بشكل ايجابي. وانت مع شكري رجوع شكري كباك ليفت؟ انت محتاج باك ليفت لان انت محتاج عنصر تريح بيه معلول خلال الموسم. معلول لعيب دولي. موجودين محدش يقدر يؤدي الدور ده سواء محمد اشرف. محمد اشرف لعب فترات كتيره، كريم بدا يلعب متاخر. فانا اشوف من الظلم برضو الاربع خمس ماتشات دول تحكم على لعيب فيهم. يعني ممكن يبقى لعيب كويس بس في الاربع خمس ماتشات ما يمشيش بشكل كويس. فانا بشوف ان انت محتاج شكري كاداء، شكري كواليتي لعيب كبديل هيبقى جيد لعلي، لان انت مش هتحتاجه ان هو يبقى لعيب اساسي، هو هيبقى لعيب بديل لعلي في الماتشات اللي جايه في المستقبل. اكيد هو لعيب كويس وماشي كويس من يوم ما مشي من النادي الاهلي. كابتن حلمي طولان اشاد بيه جدا. هو لعيب كويس، لعيب كويس جدا. بس طبعا هو محتاج اللعب في الاهلي مختلف عن الانديه الثانيه بكتير يعني. فانما مع عنصر ان هو ياخد عدد ماتشات معينه اول موسم، بالنسبه لي لو خد 10 ماتشات 11 ماتش اول سنه، بعد كده تزيد شويه، اظن ان الامور هتبقى كويسه يعني. وبالنسبه لسوزا، سوزا هو يعني كلنا شفنا فيديوهات، يعني هو لعيب جاي من الدوري الكوري. اتمنى يبقى موفق، يعني هي دي النقطه الاهم، ويكون مناسب برضو لطريقه لعب النادي الاهلي. انت كده كده بتدور على فيرويد، لان انت في الحته دي محتاج لعيب اجنبي. بشوف ان طالما الراجل اختاره يبقى هو مناسب لطريقه لعبه، يبقى شايف ان هو ده الانسب بالنسبه له. استاذ بليغ الاسوريو قال ان هو على الاقل محتاج ثلاث لعيبه بشكل معين، هو شايف ان هم هيتكتمل العناصر الفريق في تنفيذ افكاره الفتره، منهم السردباك الاشول اللي بيتكلم، واعتقد مهاجم ولاعب خط نص ابراهيموفيتش. بمواصفات ابراهيموفيتش طب نجيبه منين؟ هو انا بس مفيش حد في العالم زي ابراهيموفيتش بالقوه البدنيه والجسمانيه. بصحيح مفيش حد في غير هالاند يفاوض الزمالك. بس انا عاوز اتكلم عن كولر سريعا كده، ان هو يعني كان المفاجاه. يا عم انا بسالك دلوقتي، انا بس هرد على الحركه دي بس عشان الكلام ما تقطعش. بس على سؤالي الاول عشان ما تنسينيش وبعدين ارجع لكولر. هرجع، ما انا هبدا بيه عشان ما انا ما انساش. هو اكتر لاعب دلوقتي المفاجاه بالنسبه له، واتكلم مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، والكابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم مع اكتر واحد، صلاح محسن. هو مقتنع بيه جدا، وشايف ان هو هيكون يعني هيكون من العناصر الاساسيه معاه الفتره الجايه، وشايفه انه لاعب يعني هيكون. هو صلاح تألق الفترة الأخيرة، هو بالذات يعني هو بالذات بيتكلم عنه. يعني فاكر أيام ما كانوا يتكلموا يعني أكتر من اللعيبة المميزين يعني فترة في بدايته لما كان في المقاولين، هو الراجل بيتكلم عنه دلوقتي، شايف إن هو هيكون من أفضل اللعيبة اللي بيتكلموا عنه. وجه هو طلب قطع عرضه وعودته. طبعا متمسك بيه وقعد معاه كمان يعني، وشايف ان هو يكون من الناس. هو بيرسي تاو بس جاي له عرض مغري للنادي الاهلي، لسه الاهلي بيشاور عقده، لانه عرض مغري جاي. لا وكمان عرض اوروبي، عرض مغري يعني، عرض بفلوس تخلي الاهلي يعيد تفكيره بالنسبه لي. وزي ما حضرتك برضك اتكلمت عن فعلا في يعني كان سوزا اكتر الاهلي اكتر لعيب يمكن اتفرج عليه يعني سنتين بيتفرج عليه الاهلي، فاكيد الاهلي يعني هو جاب 6 اهداف الموسم ده، فاكيد الاهلي برضه شايف في حاجه ان هو يكون اضافه لي. وزي ما حضرتك اتكلمت تاني برضه الاهلي بيفاوض لعيبه زي ما حضرتك ذكرت كده، يعني نجوم عالميين ممكن هيكونوا اضافه كبيره. بالنسبه للزمالك للاسف الشديد الزمالك الان حديث وليس مفاوضات. كل الزمالك ما يدور فيه الان هو مجرد احاديث، لا يوجد مفاوضات فعليا مع اي لاعب. المدير الفني قال لك انا عاوز 3 لعيبه. ذكر ان هو اتكلم عن زي ما حضرتك اللاعب. طب انا فاجئت بيه انه الزناري مش هيمشيه.
ده بيقول لك مصطفى الزناري يكمل، وده حاجه تحسب والله للزناري يعني انه قادر يظهر اخر كام ماتش ويفرض نفسه على الراجل. خلي بالك هو في مدرب بيقدر يعني، يعني الزناري مثلا كان قبل ما يجي الزمالك كان مثلا متميز وكان معاه حتى السيسي في مدرب. بس انت يعني من شهر قلت مين يمشي من الزمالك تحط الزناري على راس الطايمه، في لدرجه ان في ناس اعترضت انه ما لعبش ماتش القمه يعني. كان زي ما لعبه اخر ماتشين ثلاثه اساسي وبعدين جيت في القمه وقعدته. انت الناس زي ما اتكلمت عن كولر وازاي قدر يعيد انتاج لعيبه تاني، كانت الناس بتتكلم عنها انه خلاص اللعيبه دي مثلا زي رؤى بقى موظفين وانتهوا في. فالراجل ده فيه لعيبه برضه عايز تشافه، خلي بالك هو محبوب جدا من اللعيبه بتحبه، شايفاه ان هو مدرب يعني قدر يطلع امكانياته وطاقات لعيبه، والراجل يعني ذكي معاهم. الراجل مثلا يقول لك انا عندي لعيب مثلا محوري زي دونجا الناس مش شايفاه، لكن انت شايف شيكابالا ودونجا تحديدا شايف في لعيبه انت مش شايفهم في الملعب، اللي هم اللي بيجيبوا الاجوال. وقال لك شيكابالا وزيزو طبعا اللي هو الناحيه الجماهيريه سيسو. فانت بتتكلم على حتى الان فيش تنت يعني بس في كلام على احمد ايمن منصور انه هيرجع يرجع في كلام على محمود حماده، مشكله في احمد عيد لما رجعوه مش واخدين بالهم انه في عقد ان هو يتباع بيع نهائي. فقال لهم لا احنا عندنا بس احمد عيد عمل تصريحات انه عايز يرجع الزمالك بس ما في انت عامل عقد وناس انت كاتب فيه ايه ان هو اعرب نيه البيع. بس هل اعرب نيه البيع دي محتاجه موافقه اللاعب؟ لا لا هل فيها شرط موافقه اللاعب؟ لا تصريح النهارده المدرب انه اللعيب انه ده ما فيش اي شرط فيه، انه اللعيب النادي لو حابب يكمل مهاجم. بس مع نفس نادي سموحه وحسام حسن والاهلي، فحسام حسن بس على حاجه احمد عيد طبعا لعيب كويس بس هو الزمالك انا بحكي بس على هو مع اسوريو طريقته دي مش محتاج. انا بحكي على الاخطاء الاداريه اللي تبقى رايت موجوده. انت جاي النهارده بتتكلم مش يعني مش عارف العقد بتاع اللعيبه، بس هو طريقه اسوريو مش محتاج باك رايت صريح يعني ايا كان يا محمد. انت احمد عيد في مستوى ده وتالقه ايا كان هيبقى موجود في الزمالك، هو كان اساسي منتخب اولمبي طبعا هيبقى اضافه. حتى انت راجل بتغير اكتر من لاعب مركزه وممكن تستفاد منه، انت ما تعرفش لعيب ازاي تستفاد منه في امر خاطئ. حتى الان بكل امانه لا يوجد مفاوضات يعني مفيش حاجه غير اللي راجعين يعني هم المقارين حتى الان محمود علاء واوباما وحمد علاء. حتى الان مفيش اي حال مفاوضات لاي لاعب جديد مع نادي الزمالك تتم، كلها مجرد تحركات لوكلاء اللعيبه، لكن نادي الزمالك حتى الان لم يتحرك لضم اي لاعب ولا اجانب على الأرض ولا اجانب ولا مصريين. كلنا انت خلي بال حضرتك ان النادي اللي بيتحرك هم اتنين دلوقتي، اهلي وبيراميدز، وبينهم دلوقتي اتفاق جنتلمان اللي هو كان حاول يعملوه بالاهلي والزمالك ما حصلش، ان هو في الصفقات ما حدش يدخل ويغالي على الصفقه الثانيه. وده لانه الاهلي لما بيراميدز ما دخلش في صفقة إمام عاشور هو الأهلي انسحب من صفقة مصطفى فتحي، ففي اتفاق جنتلمان دلوقتي بين الأهلي وبيراميدز، والزمالك البعيد دلوقتي عشان ما فيش فلوس. نادي الزمالك حتى الآن لا يوجد أي مفاوضات جادة مع أي لاعب سواء مصري أو أجنبي. كابتن سيد أنت بتابع رضا سليم بتاع الجيش الملكي؟ لا بأمانة. في كلام إن ممكن قندوسي يعار سنة ويجي رضا سليم هو هداف الجيش الملكي وبيلعب على الطرف اليمين أو الطرف الشمال ولعب مميز يعني، انت مع الفكره ان قندوسي يعار ولا انت شايف ان دوره مهم؟ انا ما كنتش مع الفكره ان القندوسي يطلع اعاره، بس هي نقطه طالما بتجيب لعيبه كتير في المكان ده، انت لو جبت كريم وجبت امام مع العناصر اللي موجوده فهيبقى في زياده في العدد. وخصوصا ان امام وكريم لعيبه مصريين فانت ممكن تستفيد بالمكان الاجنبي في حته تانية، لان انت يبقى عندك زياده في نص الملعب، عندك خمس او ست لعيبه فممكن تستغلها من ناحيه المهاجم. فقندوسي هيبقى طبيعي جدا ان هو يخرج اعاره للعدد الكبير اللي موجود في نص الملعب. هو السؤال بس القندوسي يا كابتن، يعني الناس اللي كانت متوقعه منه او الناس اللي كانت الرهان عليه لما جه وكان مفاوضات اهلي وزمالك، ليه القندوسي ما اداش الناس اللي كانت مستنيه منتظره من القندوسي ما ظهرش بالمستوى ده؟ هل طريقه لعب، هل عدم تاقلم؟ يعني الناس هو برضه الراجل كان بيعتمد على ثلاثه هاف ديفندرز صراحه، هو ما لعبش كتير يعني، بس هو كمان كولر يعني حتى قفشه ما لعبش كتير يعني، هو ما بيلعبش باللعيبه. الراجل طريقه لعبه بتعتمد على الثلاثه نص الملعب، لازم يبقى عندهم نزعه هجوميه شويه بس في نفس الوقت يغلب عليها الطابع الدفاعي. يعني لازم يعني كده. هتلاقي مروان موجود دايما، هتلاقي حمدي فتحي كان موجود دايما، تلاقي ديانج او السوليه واحد العنصر مثلا، الناس اللي بتدافع بنسبه 70% هي اللي موجوده في الملعب. قفشه هتلاقيه على فترات، قندوسي على فترات، فهي دي النقطه. هو الراجل خلاص قناعته ان انا بلعب بثلاثه نص الملعب، ممكن في وقت معين يبقى عندهم نزعه هجوميه، انما الاولويه ان الثلاثه دول موجودين في خط النص، موجودين بشكل دايم بيدافعوا بشكل قوي،
فدي ممكن مش موجوده عند القندوسي شويه. قفشه بيحاول فيها الفتره الاخيره يعملها عشان يبقى موجود. بس طبيعه ازاي الحته بتاعت انه الزمالك للبيع لرجل اعمال اماراتي والكلام اللي اثير جدا، وراجل النهارده الحقيقه السيد خلف الحبتور عمل يعني بيان وقال يا جماعه الكلام ده يعني مش اساسي. الراجل ما كانش يعني محتاج البيان، انه انديه الانديه دي انديه الدوله وانديه الجامعات العموميه، حاجه غريبه مش انديه خاصه عشان تطلع حاجه كده يعني تمشي زي النار في الهشيم. عارف الناس تقعد تتكلم تتكلم، يعني اي حد بيتكلم زي دي انديه الدوله وانديه الجامعات عموميه مش انديه خاصه. يعني محدش قلت كده، محدش لا يملك افهم ان بيراميدز يتباع زمالك يتباع الاسماعيلي فيوتشر يتباع فاركو ده، لكن اهلي زمالك اسماعيلي اتحاد مصر الانديه دي لها انديه دوله وانديه انديه لها جامعات عموميه. فده امر المفروض، وراجل محترم يعني النهارده يعني قفل حتى للناس اللي مش واخده بالها او بتزام. انت في ممكن تيجي راعي، ممكن يجي واحد يدعم الانديه الجماهيريه، وزي ما شفنا بالامانه يعني الناس كلها زعلانه على المحله واسوان. لا، لازم اعاده التفكير في طريقه التعامل مع الانديه الجماهيريه ايا كان يعني، بس بمناسبه يعني الفلوس يعني الاستثمار في الانديه الجماهيريه لازم ده مطلوب. لازم لانه لكن الانديه الجماهيريه يتباع. لا يعني طبعا بالذات يعني ما هو الاهلي، ما هو فكره برضه الاهلي اتكلم فتره ان هو كان ممكن يتباع لمستثمر وبتاع، الكلام ده غير موجود. يعني الانديه دي انديه دوله مش زي الانديه بره مثلا لهم ملاك. الاهلي الزمالك اسماعيل الانديه دي مش للبيع. كابتن سيد اديني مبرر لتراجع مستوى محمد صبحي حارس المرمى الزمالك ليه؟ يعني صبحي كان ولا يزال طبعا حارس واعد وحارس يعني مشروع حارس كبير، وحتى فيتوريا مؤمن جدا بقدراته لدرجه انه يعني هو بديل الشناوي في المنتخب وركبه على ابو جبل، وحتى احمد الشناوي وعواد وكل الحراس المرمى اللي في الدوري المصري. يعني ايه تفسيرك انه في الفتره الاخيره فوجئنا بصبحي يعني عكس مفترض هو في كمان في المواقف، يعني لما الزمالك يبقى عنده ازمه في الدفاع وتبقى عليك حارس المرمى هنا بيظهر قدراته بتظهر. يعني هو لازم نعترف بحاجه، هو جون كويس طبعا، جون كويس ومن الجوان امكانياته عاليه جدا اللي جايه لمصر خلال الفتره الجايه. بس هو الفتره الاخيره لا بعيدا تمام، ماتشين فيوتشر والنادي الاهلي. طب ليه يعني هو بيلعب بياخد يعني من عواد قاعد يمكن بقى 3 شهور دلوقتي مش كده؟ الراجل قال لك صريح ده الجول امبارح، الراجل عادي الكلام امبارح. لا انا اقصد فانت وقت انت بتلعب وفي نادي كبير زي الزمالك وجماهير يبقى عدم توفيق. بس انا شايف ان الماتشين دول من اسوء الماتشات اللي عملها فيوتشر والاهلي بالنسبه له، حتى ماتش فاركو امبارح بس يعني فيوتشر والاهلي اللي بتضيقها يعني والكره العرضيه كمان ده طلع ورجع دي يعني انت ما بتبقى يعني بلغه الكره كده زي ما بيقولوا تبقى ملوش بتاخد وقتك بس هو السؤال بقى هل الافضل كان يقعده ولا يفضل مديله الثقه؟ يعني شفنا في الاهلي الشناوي لما تراجع مستواه اصر الجهاز انه يكمل. لا يديله الثقه، وخصوصا الماتشات مش مؤثره يعني ما فيش حاجه، يعني ترتيب نادي الزمالك مش بتلعب على بطوله او بتلعب على حاجه طالما انت مؤمن بقدراتك خلاص يعني بتسنده وبتقف معاه عشان يقدر يكمل. وخصوصا ان انت واضح ان في مشكله ما مع عواد، واضح ان في قصه يعني في الموضوع. انا اعتقد ان عواد ممكن يكمل او ما يكملش السنه الجايه في نادي الزمالك، فهي دي النقطه. فانت طبيعي جدا مش هتخسر جون تاني. هي مشكله نادي الزمالك دايما ان هو بيعمل ايه، يعني حتى لما لعب عواد راح عامل مشاكل مع الناس التانية كلها بعد ما ابو جبل مشي. هو اول ما بيلاقي جون بيروح مجنب الباقيين ويدخل في مشاكل معاهم، فدي صعبه جدا لو عواد طبعا. انت الطبيعي بيبقى عندك 3 حراس مرمى هم بيبقوا موجودين في الفرقه، حتى لو فيهم واحد هو اللي بيلعب بس الباقيين موجودين بنفسه طول الوقت. انما انت هتلاقي مثلا خلال السنه اللي فاتت نادي الزمالك ممكن يدخل لعيب ناشئ، يدخله احتياطي، يدخل حد. ليه؟ لان انت ساعات كتير جدا تبعد عواد، ساعات كتير جدا وعواد كان بيلعب ما كانش في حد تاني موجود. كان هو الاحتياطي لصبح معظم الماتشات اللي فاتت. فيعني لسه عواد ظهر اخر ماتشين. فهي النقطه، انت دي مش سياسه صح. السياسه الصح ان انا يبقى عندي حتى لو في جول هو اللي بيلعب اساسي افضل اتحمل لغايه ما اخد الفرصه. والاثنين التانيين موجودين يعني. طيب واضح ان عواد وعواد الراجل ما بيحبوش، يعني في مدرب كده لما بيقفل من اللاعب. بس هو امبارح قال برضه مواصفات حارس المرمى اللي هو محتاجه لسه واضح لا تطابق عواد. قال لك يعني قال لك طويل القامه، هو خلاص هو اول حاجه قالها
لغينا فكرة عواد. هو قال لك، هو قال لك عواد خلاص انا مش في حسابات دلوقتي وعاوز يمشي، زي لو تفتكر مثلا وقال يقول عايز يقعد او يمشي بس يعني يعرفنا زي كده، زي مثلا لما كان كولر قال لك ايمن اشرف ده المدافع الخامس بالنسبه لي، ففي مدرب كده بيقفل من بس هو مالش يمشي. لا ما هو قال لك لازم يعرفنا كمل ولا ماشي. يا استاذ محمد انت الرساله واضحه، انا ده بالنسبه لي الجون الاول، وانت عاوز تمشي وتقعد ده حاجه قرارك انت، وانا هجيب كمان حارس يعني انت مش هعتمد عليك انت كمان، انت مين في الدوري الحارس الطويل؟ لا اللي ممكن يتماشى مع سوري اصل قال لك طويل وقال لك كمان بيلعب برجليه كويس، لان هو قال لك ان اهم خط عندي في شغلي حارس، تبدا من حارس المرمى والديفنس بتاعي لازم يكون بيلعب برجليه كويس وبيمرر ويبني هجمه من تحت كويس والكلام ده. ما هو بصراحه يعني مين حارس المرمى في مصر؟ ما هو راجل حتى الان يعني كل المواصفات اللي اتكلم فيها، انت ما عندكش اول حاجه حارس بالمواصفات دي، ما عندكش لاعب بيلعب برجله الشمال، ما عندكش برامو، ما عندكش اللاعب اللي هو بيلعب بوكس تو بوكس اللي هو بمواصفات بوكس تو بوكس ده احنا انا اقول لك كل الاربع الثلاث لعيبه والحارس اللي طلبهم ما فيش واحد يعني لسه، يعني ما فيش اي انباء يعني في تلاقي ميهوب بتاع المحله والراجل قال لا. الزمالك يا استاذ محمد حاليا واقف على امور اداريه وليست متعلقة وحل مشكلة سبورتنج لشبونة وشيكابالا عشان فتح في مشاكل كمان. يعني في مشاكل إدارية يعني أهم مسيطرة، يعني مسيطرة حتى على فكر مأجلة ملفات الكرة وملفات تانية مهمة. فحتى الآن يعني كنت أتمنى أن أقول لك لا في مفاوضات مع فلان وفلان وفلان وفلان، بس بالأمانة الأزمات الإدارية في نادي الزمالك في كلام اتقال على محمد بسام، في كلام اتقال ما غير صحيح، كلها وكلاء لعيبة وعروض مع وكلاء لعيبة، لكن نادي الزمالك كتحرك رسمي لم يتحرك في أي صفقة. أنت عارف إن الصبح لعب 18 ماتش داخل فيه 22 جول، نسبة كبيرة كتير جدا على جول في فرقة كبيرة. نادي الزمالك أكتر فريق في الدوري جت فيه أهداف السنة دي. ما هو ماشي بس أنت جول كبير، أنا بقول لك يعني 22 جول نسبة كبيرة طبعا، يعني بالنسبة لحارس زي صبحي صبح. لو تفتكر في نفس الوقت ده كان حديث الأهلي والزمالك والناس كلها صبح كانت مرمى كبير بتتكلم وهو مستقبل مصر وهو الوحيد اللي قادر يعوض شن نوف. شوف سبحان الله مش لعيب الكرة كده في نهاية الموسم احنا بنتكلم بس عنه، بس هو مش صبح مستوى متراجع طبعا بس انت لما تشوف الهيستوري بتاعت صبح السنتين ثلاثة اللي فاتوا ما كانش كده يعني، يعني صح يعني ده تراجع مفاجئ. هو كان ماشي بشكل كويس يعني كان ماشي بشكل كويس، بس هي النقطة ان انت ما تكملش على نفس المستوى يعني. وبرضه عشان نتكلم بامانه هي حاله نادي الزمالك كلها يعني وخصوصا دفاع نادي الزمالك، انت حتى الماتشات حتى الماتشات اللي كسبها نادي الزمالك انت بيروح عليك كميه فرص غير طبيعيه. بس دي برضه يعني في جول بتيجي شوط من بره كتير، يعني كره معلول دي تدخل في صبحي قبلها في فيوتشر هي نطت عملت باند قبل ما تدخل برضه يعني خدعته شويه، بس هو وقفته غلط. ماتش فيوتشر قبلها الشوطه برضه اللي من بره دي لا اخطاؤه في تمركزه غلط وعصبيته الشديده، لا طبعا كله مؤثر عليه. عموما صبحي حارس مرمى كبير، وزي ما قال الكابتن سيد والاستاذ بليغ هو يعني لازم ياخد الفتره الجايه عشان يسترد ثقته في نفسه. كابتن سيد معوض شرفتنا ونورتنا، ربنا يخليك يا استاذ محمد. المهم هاجي لك العالمين يوم بقى ان شاء الله. يوم اتفضل يوم تحت امرك يوم انت عارف اليوم ده بكام؟ شرفتنا ونورتنا ربنا يخليك استاذ بليغ ابو عايد، شرفتنا. انا بشرف بك دايما يا استاذ محمد. اشكرك شكرا. في الاربيس بيقولوا له كابتن سيد بنروح له خمس دقايق غاليه برضه احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده، بكره ان شاء الله اذا كان لنا عمر مشيئه الله في تمام 11 مساء حلقه جديده من بوكس تو بوكس. الى اللقاء.